النهارده ان شاء الله حبايبي هنيجي نحضر مع بعض غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو غاز CO2. غاز ثاني اكسيد الكربون بيتكون من ذره الكربون متحده مع ذرتين اكسجين. بيحضر غاز ثاني اكسيد الكربون من وضع حمض الهيدروكلوريك الازازه دي يا جماعه على مسحوق كربونات الكالسيوم. في الحاله دي يا جماعه بيختلف عن الاكسجين. هنا المسحوق لونه ابيض يا شباب، مسحوق لونه يا شباب ابيض. يبقى يحضر من وضع حمض الهيدروكلوريك على كربونات الكالسيوم، فيحدث فوران ويجمع بالشكل اللي حضرتك هتشوفه. انا هجمع شويه كده كوبايه تلاته دي يا شباب. طب ده حاجه جميله قوي ان غاز يبقى يحضر غاز ثاني اكسيد الكربون الى نسبه حضرتك تحط عليها تاني مره ايه يعني حد الكوبايه فاضيه. يجمع غاز ثاني اكسيد الكربون بازاحه الهواء لانه ايه؟ اصغر من الهواء. بص الكوبايه فاضيه ما حصلش حاجه، هو حصل فوران هنا وما فيش حاجه حصلت هنا. هقول لك لا يا باشمهندس، دي اول خاصيه من الخصائص او من خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون انها عديم بتزايد الاكسجين. بالظبط كده يا جماعه، بس الاكسجين بيجمع بايه؟ بازاحه الماء بالاساس. يا سيدي اديك تحت، امسكي من تحت بس كده بقى، ولا تخاف من اي حاجه. هنا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الجزء بتاعنا يا شبابنا. هنا هحط حمض الهيدروكلوريك، اول ما احطه هيحصل فوران الناحيه دي، هيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون يمشي في الانبوبه يجمع بازاحه الايه؟ الهواء. طب السؤال ليه ما جمعتوش بازاحه الماء دي يا اسفل؟ لانه هيزول في الماء. لانه هيزول فين؟ في الماء. جمع ثاني اكسيد الكربون بازاحه الهواء دي اعلى لانه اثقل من الهواء. جمع بازاحه الماء لانه يزول في الماء. بسم الله. أول ما نحط هنا يا باشمهندس هتلاقي حصل الفوران. الفوران طالع أهو. أيوه. إيه يا مستر ده؟ أنا مش شايف حاجة. استنى يا باشمهندس. مفيش من أي حاجة. مستر. ايه يا باشمهندس؟ فين غاز ثاني اكسيد الكربون في دي؟ انا مش شايف حاجه. انا قايل لك ما تقلقش، انا مش حاسس بحاجه. يا ابني ما هو غاز ثاني اكسيد الكربون عديم الايه؟ الكربون. طب عديم الايه؟ الرياح. صح؟ طب حاجه عديم الطعم؟ لا. امال طعم غاز ثاني اكسيد الكربون فين؟ هتلاقيه في البيبسي وهتلاقيه في المخبوزات اللي هو الناتجه عن وضع الخميره في العجين. هنا دي فيها غاز ثاني اكسيد الكربون. يا مستر، دي فيها غاز ثاني اكسيد الكربون. انت بتاكد منين؟ هنتاكد دلوقتي كده. تمام يا شباب؟ تمام. نحطيها كده اهو بالراحه. امسك كده يا باشمهندس دي. دي فيها ثاني اكسيد الكربون. تمام. هحطها هنا يا باشمهندس. امسك كده 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 كده. انت ما تخافش من اي حاجه. لا بص انت كده تاني. امسك دي من تحت. دي من هنا. خدت دي. ودي من هنا اهو. عشان بس نعمل التصوير. نحضر تاني يا جماعة، نحط حمض الهيدرو بس ثاني اكسيد الكربون. مش نحضر يا جماعة. شايفين يا شباب التفاعل ازاي؟ فوران فيها ثاني اكسيد الكربون؟ ايوه. هتأكد منين يا مستر؟ هتعرف؟ هتجيب أبوبة تانية؟ أبوبة تانية؟ نحط هنا ايه ده؟ 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 التصاعد زي اكسيد الكربون. بص يا باشمهندس ثواني، ثواني اقعد سيب ده. مين؟ اتفضل انت. انت ما بتجيش اكسيد الكربون. يا بص ده انت حاجه هنا جوه فاضيه. اكدت عليك. خلاص نحضر اخر حاجه. في سؤال بقى يا جماعه.
عايز اتاكد ان غاز ثاني اكسيد الكربون ما تمانش لجوه، ما تمانش لجوه. لا سمحت الله. خد يا باشمهندس ما تمانهاش، ما تشيلش البطل من عليك. مستر ايه ده؟ دي فيها غاز ثاني اكسيد الكربون؟ اه، هتاكد ازاي ان هو غاز ثاني اكسيد الكربون؟ رقم واحد يا جماعه لا يشتغل ولا يساعد على الشغل. مش فاهم. لحظه كده. انا هجيب ورقه زي كده يا شباب وهولعها. ايه السؤال؟ لما ولعها توليه عاديه وحطها في كوبايه عاديه خالص، ايه اللي هيحصل؟ هتظهر لي مشتعله. هتظهر يا جماعه؟ مشتعله. دي فيها ثاني اكسيد الكربون، هل غاز ثاني اكسيد الكربون بيشتعل؟ لا يشتعل. يساعد على الاشتعال؟ لا. طب ما حطها في كوبايه اللي هيحصل؟ تطفي. تيجي نجربها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشتعله يا جماعه، بصوا مجرد ما احطها هنا اتطفت. ليه؟ يعني كده معنى كده ان جوه هنا ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. ماذا يحدث عند اشعاع شريط من المغنيسيوم ووضع فيه مقدار فيه غاز ثاني اكسيد الكربون؟ هنا النتيجه مختلفه شويه. اجيب مقدار زي كده بنت اختبار موجوده معايا فيها ثاني اكسيد الكربون. اولع فيها شريط مغنيسيوم. ايه اللي يحصل؟ هل هتنطفئ؟ لا. يظل مش تعالى تتكون ماده سوداء على جانبي المقدار اسمها كربون. والمادة الأولى يا باشمهندس في أسفل المقدار برضه أكسيد المغنيسيوم. يبقى عند إشعاع شريط من المغنيسيوم ووضع فيه مقدار فيه غاز ثاني أكسيد الكربون يظل مش تعالى المادة هيدار في قاع المقدار اسمها أكسيد المغنيسيوم ومادة سوداء على جانبي المقدار اسمها إيه؟ الكربون. نجرب كده يا شباب ونشوف الكلام ده صح ولا مش صح. طبعا شريط المغنيسيوم بتاعنا فين يا باشمهندس يا بولو؟ اوكي باشمهندس عامل سيب كده كده اول ما ولعها شيل الدلة اول ما ولعها بسم الله ما تخافش بص يا جماعه دي لسه مش شغاله ازاي؟ ما طفتش يا باشمهندس ما ده اللي احنا قلناه بطل كربون صح كده يا رجاله؟ عند اشعاع شريط المغنيسيوم ووضع فيه مخبار به ثاني اكسيد الكربون ماذا يا رجاله؟ يظل مش تعالى ويتكون على الجدار الداخلي ماده سودا، الماده السودا اللي حضرتك شايفها دي عباره عن الكربون، والماده البيضاء عباره عن اكسيد المغنيسيوم كده يا شباب؟ السؤال هل ثاني اكسيد الكربون دكتوره هل يذوب في الماء؟ قال لك اه. ماذا يحدث عند وضع غاز ثاني او مخبار فيه حبوبه؟ هنا مخبار زي كده وتنكيسه، تنكيس يعني اقلبه في حوض به ميه، ماذا يحدث عند تنكيس مخبار به ثاني اكسيد الكربون وتنكيسه في حوض به ماء؟ ايه اللي يحصل؟ يرتفع الماء داخل المخبار. هنا التجربه بتاعتنا اللي كان فيها الاكسجين. دي التجربه اللي عملناها وحضرتها من شويه. بص حضرتك ارتفع الماء قليلا ازاي؟ اوكي يا باشمهندس؟ اوكي. هنا بقى هنحط ثاني اكسيد الكربون وننتظر شويه. نوقف الفيديو. دي فيها بس ثاني اكسيد الكربون. مركز المخبار هي غاز ثاني اكسيد الكربون في الميه، ماذا يحدث؟ هلاحظ ان بعد شويه صغيرين ارتفع الماء داخل المخبار، بص حضرتك كده الاولانيه الميه ارتفعت اكتر من المخبار الاولاني، مش عايز اقول لكم ان كمان شويه كمان بعد 5 دقايق هلاحظ ان الميه ارتفعت اكتر من كده بكتير، ليه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون ماذا يا شباب؟ يزول في الماء. لذلك على فكره يا شباب لذلك ايه؟ بص حضرتك كده اكتر يزول ازاي في الميه اكتر؟ ارتفع المية أكتر داخل المخبر. بسم الله. غاز ثاني أكسيد الكربون يا جماعة عليه من اللون والرائحة، هل له طعم؟ قلنا إن الطعم بتلاقيه في البيبسي، البيبسي من البيبسي أو بنسميها المشروبات الغازية. مالها يا باشمهندس؟ غازية فارغة لأنها تخلو من كافة العناصر الغذائية غير قليل من السكر، وده خلي بالك المشروبات الغازية مضرة. أوكي يا شباب؟ كده حضرنا مع بعض غاز ثاني أكسيد الكربون، شوفوا على كده.